بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أود في البداية أن أجدد شكري للسيدة الرئيسة على دعوتها الكريمة وهذه الفرصة الكبيرة لأن نلتقي بنساء من هنا وهناك، نساء يحملن قضايا المرأة ليس فقط على الصعيد الإقليمي أو العربي أو الشرق الأوسط وإنما على الصعيد العالم بأسره. سيدتي الرئيسة، أود أن أعبر عن انخراط المملكة المغربية، انخراط كلي، حكومة ومعارضة وشعب كامل مكوناته ضد ما يسمى الآن بالتطرف، والتطرف سواء كان دينياً أو كان سياسياً. أريد قبل أن أبتدئ كلمتي أن أقدم لحضرتك ولحضرات الموجودين معنا الوفد المغربي الذي جاء من المغرب وعلى رأسهم السيدة فتيحة بقالي، برلمانية عن حزب الاستقلال. السيدة لبنى أمحير عن حزب الحركة الشعبية. السيدة فوزية الأبيض عن حزب الاتحاد الدستوري. والسيدة نعيمة فرح ونجيمة طاي طاي عن حزب التجمع الوطني للأحرار. حضورنا اليوم كما هو الشأن منذ سنوات كثيرة دليل قاطع على أن المملكة المغربية لن تقبل بأي حيف، وأن النساء المغربيات يقفن ويتظاهرن مظاهرات في الشوارع المغربية مساندة، يساندنا سواء النساء بسوريا، النساء بالعراق، النساء باليمن، النساء بمصر وبتونس وبفلسطين الشقيقة. نحن المغربيات متضامنات مع كل المآسي والحيف الذي يطال المرأة سواء العالم العربي أو خارج العالم العربي. إن التطرف سيدي، إننا نناهض كل من يستعمل الدين في مجال أو لأسباب سياسية أو لأهداف سياسية. والحكام الآن وعلى رأسهم الملالي بإيران الذي شوه الدين الإسلامي وجعل منه أداة يستعملها من أجل تحقيق مآربه، والخطر الآن أصبح لا يشمل فقط إيران. وحتى قضيتك سيدتي، أنت لا تدافعين فقط على المرأة الإيرانية وعلى الحيف الذي يطال المرأة الإيرانية وعلى العنف والتقتيل الذي يطال المرأة الإيرانية، وإنما أنت الآن تعتبرين ناطقة رسمية باسم كل النساء المعنفات وباسم كل النساء اللواتي يعانين من التعذيب وتشتيت وتشليل لقدراتها. أنا أعتبر هذا اليوم، اليوم 8 مارس، ليس احتفالاً، وهذا الملتقى أيضاً أعتبره برلمان، أكبر برلمان دولي شعبي يحمل صوت نساء بمناديلهم على الرأس أو قبعاتهم بالنسبة للرجال بمختلف ألوانهم بمختلف انتمائهم حول ما يطال المرأة الآن من تعنيف وما يطالها من تقتيل ومن تهميش. عندما استمعت لهالة الفتاة الصغيرة وهي تعبر وتبكي بدموع حارقة عن وضعية المرأة في سوريا والطفل الذي لا يجد له مكان اليوم، أقف لهذه الفتاة تقديراً
لوطنيتها وأقول لها أن الأطفال بسوريا والأطفال بفلسطين والأطفال بإيران والأطفال في أي مكان كان سيكونون بالنسبة لنا الشعلة التي ستستمر في حمل هذه الرسالة. لماذا من الضروري أن نتكلم اليوم في اليوم العالمي للمرأة عن التطرف الإسلامي؟ لأن هذه الإيديولوجيا الاستبدادية أساسها قائم على قمع النساء. المتطرفون لا يسمعون ولا يسمحون أن تفتح المرأة طريقها إلى الأمام. كمثال على ذلك انظروا إلى إيران، إلى النساء الإيرانيات، لديها قابليات لتحمل مسؤوليات. وأنا أقف أيضاً اعتزازاً وتقديراً للمرأة الإيرانية المقاومة على مثابرتها وعلى شجاعتها، وأقف أيضاً تقديراً للسيدة مريم مرجوي لكونها امرأة من حديد مثلها مثل النساء القلائل، التي تذكرني بالسيدة أنجيلا ميركل التي وضعت نفسها في موقف حرج مع حزبها كي تتضامن مع اللاجئين الهاربين من الفقر والهاربين من الحرب. مثلك ومثل أنجيلا ومثل النساء كلنا بالعالم أظن أن صوتهم سيصل، لأنه أعتبر بأن هذا المكان هو برلمان وليس احتفال يوصل أصواتنا إلى الدول العالم. إن انتصارك سيدتي اليوم وانتصارنا جميعا هو انتصار ضد السياسة الملالي، انتصار للتسامح وللسلام، انتصار للكتاب المقدس وسنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. انتصارك سيدتي هو انتصار على السياسة الظلامية للملالي بإيران، انتصار لنا جميعا كنساء ضد التعنيف، ضد الترهيب، ضد التقتيل، ضد تشليل قدرات المرأة. أود في البداية في النهاية سيدتي أن أؤكد بأن هذا اللقاء هو لقاء متميز يجمع كل فئات النساء من أجل الدفاع عن المواثيق، عن تفعيل المواثيق الدولية لحقوق المرأة بالدرجة الأولى وحقوق الإنسان، وعلى رأسهم يعني الحكم بالإعدام. سيدتي أريد أن أطمئنك بأننا في المغرب مجتمعا مدني وبرلمانا وشعبا الآن انخرطنا انخراط كلي وعلى رأسهم ملكنا الهمام ضد التطرف وضد كل أنواع العنف. وطبعا يلزمنا عمل كبير جدا جدا جدا، لأن هناك لا زالت المرأة تعاني من الحيف. وأنا منذ مدة قليلة كنت تمنيت أن أكون بين الأوائل في الصفوف عندما توفيت سيدة بالعرائش من فرط ضرب زوجها لها، فتوفيت بالآثار التي تسببت في هذا الموت. كفانا من التعذيب، كفانا من الحيف. المرأة هي نصف المجتمع، المرأة هي إن أعددناها أعددنا شعبا طيب الأعراق. أملنا في الغد، فلنحلم جميعا. وأقول أنتهي بكلمة نعتمدها نحن كمسلمين وهي السلام. عليكم السلام، عليكم الأمن، وعليكم المحبة والتسامح، وشكراً.